السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله، بخير الحمد لله رب يا العالمين. دكتور، أيوه، محاضرة اليوم 23 ولا 22؟ الليلة 23، الدرس 22، الدرس 22، لكن الليسون ما نحن عندنا، كان الليسون الأول عملناه في محاضرتين. اوكي تمام. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ندخل ولا أخرت إلى نرجع؟ ها؟ ندخل ولا أخرت نرجع؟ لا لا، تفضل. أزلو. هل الأمور ماشية كيف يا شباب؟ حاسين إنه الأمور بدأت تتضح شوية كده والله. والله نحاول ننجز، بس ها نحاول ننجز، ما في غيار إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. الكويزات دي بتوضح الشرح أكثر وبتثبته، فالقصة فعلا ماشية كويس، يعني ماشية أوضح. كويس، تمام، ممتاز ممتاز. الليلة صراحة ما عينت لل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عينت للناس اللي اشتغلوا من أول ما اشتغلوا كذا، يعني كويس. أيوه، أنا جبت 70. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معناها نبغر من فاض. You doing very well يا نبغر من فاض. أي والله، نبغر من فاض ما بتزعل لما ما تجيب المية، فأنا حسي بجيب برضه زعلان. فاض من حقها تزعل، لأنه يعني ما شاء الله، يعني كانت ماشي ستيدي كويس يعني. يوم ما جبت 80 80، اليوم اللي بعده زعلت، قلت أجيب 100، جبت 70. لافين هنا بس، في 40 50 60 70 لافين هنا بس. لا ان شاء الله بتكون الامور بتكون تمام. هو ما اشوف الزول الاتخليل بيجيب 70 ده، بيكون بعد ده خلاص بيجيو، يعني بيحاول انه يضغط عشان ما ينزل من ال 70. ان شاء الله نحاول نرفعه ان شاء الله باذن الله. طيب، عندكم سؤال، في حاجة نناقشها ولا نبدأ؟ البول والبوش دي دايرة شوية توضيح بالنسبة للبروجكت مانجر في التعامل مع البوش اللي هي انه شنو، اي حاجة مرسلة في زي الايميلز، زي الفاكس، زي الرسائل، دي بوش. تمام. البول دي زي الكونفرنس، السيمينار، يعني البروجكت مانجر يجيب ناس كتار كده يجمعهم ويخاطبهم. ايوه تمام، فدي دي البول. تمام. طيب يا دكتور، ايوه، في سؤال انه هو عايز الستيك هولدر بتاع عنده فيرتل، فهو عايز فهو عايز تقريبا الابروف للسكوب. هو عايز، طيب دي في خلينا بس ارجع للازله. ايوه طيب، ايوه، you have a virtual team is a multinational stakeholder want to take approval for a scope change. What is the communication method for this purpose? طيب هي ليه انتراكتيف ليه ما بوش؟ انا برضه اخترت بوش بناء على انه لانه قال وايد رينج، يعني هنا لانه ايوه لانه فكرات مختلفه. انا برضه اخترت بوش، انا برضه اخترت بوش وجاتني غلط برضه.
هي interactive طيب ليه؟ اللي هي you are in the process of sending out your weekly project update، مش كده ده السؤال ده؟ لا لا لا، you have a virtual team. اوكي طيب. ده بتاع الوايد رينج. خلينا اعمل لكم شير. طيب ده هنا there are several communication ايوه طيب there are several communication methods لا ما ده ها لا 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 ما ده ما ده you have a virtual listen ما ده طيب ده عندها عندها اخر واحد ايوه you have virtual team virtual team دي طوالي interactive لانه لو كان تيم بس بعدها ممكن تقول تشوف انه تشوف يا دكتور ايوه لا هي فيرشوال ده مش اللي هو الناس اللي بيكونوا يعني اللي هو الفيرشوال اللي بيكونوا يعني عن طريق النت الانترنت اللي هو عن طريق الايميل أيوة. عن كده صح؟ ما ممكن انتر اكتف انتر اكتف ده ما يا لازم يكونوا جنب بعض صح؟ انترفيو ولا انت الاكتف ده بيكون فعليا هي مجرد ما قال لك انتراكتيف يعني تخيل انك انت عندك تيم شغالين من البيوت زي اليومين ديل ودايره تلميهم دايره تاخذي منهم المعلومات في وقت واحد تمام فانت حتعملي شنو كده بالكومون سنس كده حتعملي شنو هعمل لهم ميتنج لكن بالنت هتعمل لهم ميتنج على اول اي ميتنج يعني ده هيكون كيف بالزوم مثلا او السكايبي او شكرا جزيلا يا دكتوره في الزوم يا باشمهندسه في الزوم معناها انتراكتيف خلاص تمام بس هي الكلو هنا الكلام ده كله ده 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 ده, ده ونسه بس كويس والبوش دي ايميلات صح يا دكتور؟ البوش ايميلات يس والبول دي ويب سايت والبول دي اللي هي انك انت قدامك قاعدين قدامك بتعملون زي كونفرنس زي حاجه يعني كده كلهم هم يعني انت شايف ويب سايت يعني زي الفيسبوك مثلا ايوه بالضبط كده ايوه او ويب سايت او حاجه كده يعني هنا بس السؤال ده التريكي ليه؟ لانه هنا بيطلب لانه قال لك انه want to take an approval for the scope change بالضبط يعني انت داير شنو؟ انت داير يدوك الديسيجن immediately ايوه انا يلا هنا الناس بتفهم دائما الابروفال ده بيكون اوفيشال يعني ثرو الايميل عشان كده الناس مشت لاتجاه انه يكون بوش يعني 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 ما دام انت waiting for response او الابروفال على scope change معناه waiting for official approval يعني دي الفكرة كده ايوه بالضبط كده انا ده السبب اللي انا حليته به يعني بالطريقة ذاتها نفس الطريقة بتاعت التفكير ده السؤال الوحيد جاي عن الله هاي هو سؤال ما شاء الله معناه جبت 90 مش كده ايوه ما شاء الله very good ما شاء الله very good طيب معناته بالتالي عشان هنا أنا بكون waiting for an answer يعني في نفس اللحظة عشان يحصل لي approval معناته اختلنا في الريبورت فوق إنه حيكون هو البوش صح؟ إنه أنا برسل الريبورت للستيكهولدرز ما حيكون أيوة لكن عشان حيكون بوش communication أنت هنا بتتكلمي مع الـ virtual team كويس؟ المالتي ناشونال ستيك هولدرز دي باعتبار انه الناس دي هو بس داري يشرح لك انه ليه فيرتشوال هنا هو فيرتشوال لانه في 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 ديفرنت كونتريز يعني لوكيشنز تمام فهو ده شنو انت عشان تعملي ابروف للتشينج بتاع الـ بتاع الـ بتاع السكوب انت عايز الديسيجن ده منهم ايوه ديسيجن في نفس اللحظه فعشان كده حيكون او يعني في نفس التايم زون عشان كده بكون انتر اكتف بيناتنا بكون انتر اكتف بالضبط كده يلا فوق في واحد ثاني كان بيسال عن انه احنا حنرسل الريبورت صح؟ طيب ترسيل ذا سيفرال ده هنا there are several communication methods used to share and distribute information to stakeholders after implementing of the project في الويب سايت اتخيل لي بتاع الويب سايت ده حيكون هو البول صح؟ الويب سايت ده بول ايوه ده بول ده واضح ده بول لان انت بتنزله متى ما اتفتح يتفتح بالضبط كده اوكي لا واحد ثاني
في طيب واحد، ايوه في واحد بتاع، في الاول واحد، في واحد ايوه اللي بتاع الديكودينج، الديكودينج you are in the بتاع processor you're الانكودينج. sending. You are of the ايوه processor ده الويكلي sending out ريبورت. your weekly project update. يس وايد يلا دور. ده اللي هو ده هو البوش، ده هو البوش، ايوه ده بالضبط كده، ده بالهنا. ايوه ده بوش، ايوه ده بوش. اوكي بالضبط كده، شكرا. طيب الله يديك العافيه. ده يا استاذه نهاد اللي هي هنا شنو الترتيب؟ ايوه الترتيب يعني ايوه الاثنين ده انكودينج اللي هو انكودينج ترانسميت ديكودينج اكنولجمنت. السؤال ده جميل، خلاص فيدباك. فيدباك بالضبط كده، هي ده الترتيب السليم. ايوه انت الرساله بتاعتك بتعمل لها انكود، بتجهزها تمام. في الفورمات ده سؤال هديه بالضبط كده، ايوه. بعدها ايوه هو بترسلها بالطريقه اللي انت بترسل لها، بعدها بيحصل لها ديكود. الزول اللي هناك ده بيفك التشفير بتاعها او بيفتح الظريف اول ما يهم، بعدها بيرد عليك بيقول لك يا اخي انا استلمتها، بعدها بيعقب على الموضوع اللي فيها يعني. هي طبعا دي نفس الفكره بتاعت الانكريبشن شانل بتاعت بالضبط كده، ايوه. الناس بتاعت الاي تي، بتاع الناس الاي تي والتليكوم، التليكوم والاي تي بيتقالون سريع يعني، ما ما ايوه سريعه سريعه. اي يعني حلي فكرتها الرساله السهله بتاعتنا، انكود للباكيت بيعملوا لها هيدر وتيلر وبتمشي يحصل لها سندنج في الترانزميشن شانل، تتقسم لباكيت، وكل بالضبط. باكيت وكل باكيت بيكون عندها هيدر وتيلر. لما يستلم الهيدر، الهيدر بيكون فيه الانكود الكي، الريسيفر لما يستلم بالكي بيعمل فك للشفره بتاعتها وبيقوم بيحفظها عنده، بعد ذلك بيجمعها وبيعمل مع كل واحده، مع كل باكيت بيستلمها بيعمل اكنولجمنت للسندر، نعم. بعد ذلك بيجمعها كلها وبيدي فيدباك للاستلام بتاعها اللي هنا. زي الترجمه الفوريه برضه، اي ممكن الترجمه الفوريه تعمل انكود وترانسميت وبعد كده الديكود انه اللغه المنقول ليها، وبعد كده طلع اكنولجمنت وبعد كده فيدباك. تمام تمام جدا. في سؤال عن الكويز يا شباب؟ ايوه سؤال، معلش عفوا، سؤال بالنسبه للسؤال الاول، بس ليش معلش الصوت بتاعك اسكليشن بروسيس في السؤال الاول في الكويز؟ اوكي ايوه ده وات داز ات مين يعني اسكليشن؟ ايوه اسكليشن السؤال، الاسكليشن السؤال بيقول انه كوميونيكيشنز مانجمنت بلانز شود انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت، ايوه ضمن الاوبشنز الاسكليشن بروسيس. ايوه الاسكليشن هو هو التصعيد بتاع هنا، يعني مثلا عندك كونفليكت في حته between two members او two employee او two من الاثنين من التيم members، وما قدرت تحل المشكله تعمل اسكليشن للمشكله. عندك تيكت مثلا في التيكتنج سيستم ما حصل لها ريزولفنج في الليفل الاول، بيحصل لها اسكليشن للليفل الاعلى على السوبرفايزر تو تيك ا ديسيجن او انه يحلها، ما حلها بتترفع لليفل اعلى. فالاسكليشن هو جزء من الكوميونيكيشن، يعني انت بترفع المشكله او السيتويشن للليفل الاعلى تو جيت الديسيجن الرايت ديسيجن عليه. اها اوكي اوكي تمام تلعب بس بالضبط يا ايوه هنا هذا بالضبط ده السؤال. ايوه هند اوكي ده السؤال، ده كوميونيكيشن مانجمنت بلان شود انكلود اول ذا فولوينج اكسبت. كيف خلونا نحل لك كنا ده؟ ها تمام. كوميونيكيشن مانجمنت بلان should include all of the following except stakeholder communication requirements, reason for information distribution, escalation process, risk register. ما اعرف يا اخي الريسك اللي جاب هي الريسك ريزون فور اسكاليشن ده لا هو الريسك هو الريسك ريجستر، ايوه هو الريسك ريجستر، لانه الريسك ريجستر هو ريجستريشن للريسك، ما جزء من ال ما جزء من الكوميونيكيشن، ما جزء من الكوميونيكيشن بلان. ايوه الستيك كوميونيكيشن ريكويرمنتس هو جزء من الكوميونيكيشن ريكويرمنتس، لانه انت في النهايه بتربط الستيك هولدرز مع بعض من خلال ليش تشير الانفورميشن لاي للاسباب بتاعت الكوميونيكيشن العاديه. الريزون فور انفورميشن ديستريبيوشن انت لازم يكون عندك سندنج للانفورميشن او يكون في شير للانفورميشن بشكل موزع بين الامبلوي والتيم والستيك هولدرز. الاسكليشن انت عندك كونفليكت او مشكله بين تو ممبر او تو
اثنين من التيمز بتاعونك ودار تحل المشكلة دي، ما قدرت تحلها فور اكزامبل يعني، ما قدرت تحل المشكلة بتقوم تصاعدا للمستوى الأعلى للسوبرفايزر، السوبرفايزر ما قدر يحلها بيرفع للبروجكت مانجر، البروجكت مانجر ما قدر يحلها بيرفع للبروجكت أوفيس مثلا. بالضبط كده، بالضبط كده. لحد ما تتحل. فالثلاثة ديل هنا ديل علاقته طوال يعني، هم ديل الكوميونيكيشن مانجمنت بلان إلا الريسك ريجستر، الريسك ريجستر ما عنده علاقة بالكوميونيكيشن مانجمنت بلان. تمام. بس عفوا استفسار بسيط في الجزئيه دي، اذا كان البروجكت مانجر هو الالتيميت اوثوريتي يعني منو الاعلى من المفروض يكون السبونسر؟ السبونسر البروجكت اوفيس. هي دي شنو؟ شوف هي دي بتكلا بمعنى ثاني، لو اي حاجه عندها علاقه مثلا بالتيم وبالاداره بتاعه المشروع، الزول اللي بيكون عنده فيها السي اللي هو البروجكت مانجر اللي هو مدير المشروع، الا في حاله انه مثلا ال 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 الorganization functional أو weak matrix. في الحالة دي لو في أي مشكلة حصلت في التيم وكده هو ما بيقدر يعمل لها حاجة، ال البروجكت مانجر حيقوم يعمل لها شنو؟ يصعيدة لل functional manager. فأنت أنت في لما دي تعمل الكوميونيكيشن مانجمنت لا بتاعتك دي، أنت ما بتقوم بتقسم ال التيم بتاعك تمام، وأي تيم عنده ليدر تمام. فانت بتكون بتوضح والله يا اخي انك يا خالد انت التيم ليدر بتاع ناس الاي تي، لو حصلت اي مشكله ما قدرت تحلها بتمشي للبروجكت مانجر تمام. فالحاجه دي لازم تكون واضحه جدا جدا في لما تيجي تعمل انت الكوميونيكيشن بلان بتاعتك. الاسكليشن هنا برضو ما بالضروره يكون في الحته بتاعت الديسبيوت، حتى في حته انك انت مثلا دار تطلب عايز تطلب مثلا ريسورسز تمام، انت مثلا ما البودجت انت كتيم ليدر ما بتقدر ما عندك اوثوريتي عشان تصرف حاجه او تشتري حاجه، هل عنده اوثوريتي اللي هو البروجكت مانجر، في حاله انه البروجكت مانجر يكون عنده الاوثوريتي. فانت لو عايز تشتري حاجه بتقوم بترفع التيكت او بترفع الطلب للبروجكت مانجر تمام. فهي دي قصدي بها الاسكليشن بروسيس يعني، ما بالضروره يكون في بس الحاجه بتاعت المشاكل يعني. ممكن تكون في تشينج ريكويست برضه يعني، برضه في تشينج ريكويست في اي حاجه يعني مثلا. في اي شيء ممكن. اوكي تمام. تمام. تفضل يا استاذ رابع يدك تقريبا واحده من الشباب. تمام. اوكي طيب نمشي. الليلة إن شاء الله هنبدأ الحاجة المهمة جدا جدا. طبعا هو البروجكت مانجمنت بروسيس كلها مهمة، لكن في حاجات عندها أهمية خاصة يعني تمام. طيب نحن واحدة من الحاجات اللي نحن تكلمنا عن الانتجريشن، معليش بس خلوني أكرر لكم تاني. نحن انتهينا الحمد لله من الانتجريشن، انتهينا من السكوب مانجمنت بلان، انتهينا من السكيدول، عملنا الجدول الزمني بتاع البروجكت بتاعنا، حددنا الكوست، عملنا له استيميشن وخدينا الميزانيه بتاعتنا، الكواليتي عرفنا كيف انه والله نحن نتاكد من الكواليتي بتاعتنا وعملنا لها الفريم ورك بتاعه والبلان بتاعه، اتكلمنا عن الريسورسز انه كيف نحن ندير الريسورسز بتاعتنا، كيف نستحوذ على الريسورسز تمام. ويتكلمنا عن الكوميونيكيشن كيف انه التواصل يكون في اثناء البروجكت يعني شغال وكذا تمام. الليله ان شاء الله حنيجي نبدا حاجه مهمه جدا جدا اللي هي الريسك تمام. فالريسك ده يعني جنرالي سبيكينج، انت اذا ما عملت بلان ريسك مانجمنت من البدايه، عملت يعني حددت فيها الريسك بتاعك وانه والله يا اخي الريسك ده حتعمل له ميتيجيشن كيف، وحتعمل له ريسبونس كيف، وحتعمل له مونيتور كيف، انت البروجكت بتاعك ده حيضيع تمام. فالريسك زاد، احنا لما نتكلم مع الريسك ما الريسك ما معناه الحاجات النيجاتيف بس، برضه مرات بيكون في ريسك بسيط تمام. فنحن حنجي نتكلم عنه بعد شويه، لكن ال 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 النولج اريا دي مهمه جدا جدا تمام. ففيها سبعه بروسيسز اللي هي فيها البلان ريسك مانجمنت، اللي هي نحن بنضع الخطه بتاعتنا عشان ندير بيها الحته بتاعت الريسك، نحدد فيها انه والله يا اخي كيف ايدنتيفاي الريسك، وكيف نحن الريسك ده ذاته عندنا كوانتيتي ريسك اناليسيس، عندنا تحليل كمي للريسك وتحليل كيفي تمام. دي نحن بنحلله كيف. بعد ذاك نحن لو حصل ريسك انه نحن نعمل له ريسبونس كيف، يعني نحن نتعامل مع الريسك ده كيف تمام.
طيب عملت البلان دي كلها حصل عندك ريسك. لما تيجي في حته بتاعت الاكسكيوتنج انت بتعمل امبلمنت للريسك ريسبونس تمام. بعد ذاك عملت امبلمنت للريسك ريسبونس لازم تعمل له مونيتور. فانت بتيجي في المرحله بتاعت المونيتور اند كنترولنج بتعمل مونيتور للريسك اللي انت قبل عملت له ايدنتيفاي كويس وحددته. بعدين تبتدي بتراقبه عشان ما الريسك ده مثلا يقوم يضرب لك ويضرب المشروع كله. فالريسك مانجمنت اريا هي ممتعه جدا جدا في نفس الوقت مهمه جدا جدا تمام. طيب نمشي للسلايد بتاعتنا الليله. طيب واضح عندكم السلايد يا شباب؟ واضحه واضحه ايوه شكرا واضحه. بس لان احنا طايرين في الجو كده يا ريس. ها ده ما ده شفت دي يا باشمهندس دي الريسك ذاته. لو ما انت ضبطتها صح هتقع لا قدر الله وقع خلاص يعني. فعشان كده الناس دي لازم يكونوا وازنين الشغله تمام يعني. بالمناسبه دي الباوربوينت اوفيس الشغال بيه ده كم؟ والله ده سر المهنه يا دكتور. انا عندي واحد 2010 جيعان خلاص. لا انت بس انا بديك الحساب بتاعي في هالي فاكس نزل لي مبلغ وانا بظبطك. ده كلام زي العجب. كلام 100% ده الكلام دي بزنس بزنس. الصراحه ما شاء الله حياتك كلها خطيره يا دكتور. يعطيك العافيه خلاص يعطيك العافيه. بس لا والله بوريك ساهل ما حاجه صعبه. محتاج جوان زاده في شغلك. احنا ما ويك 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 في الحاجات دي. نعمل لك سي بي دي يا دكتور. دي اكوميليتيف اكسبيرينس يا دكتور. اكوميليتيف اكسبيرينس. باشمهندس اروع عندك سؤال شاكك رافع يدك. اي بس داير اقول لك شنو يا دكتور. انا بالمناسبه عند طالبه الدكتوراه خلاص والماجستير بتاعي في الريسك ذات مانجمنت لي تقريبا زي 4 سنة و3 سنة داير اعمل اللي هو البرنامج سيستم في الريسك مانجمنت وما لاقي زول يعملوا لي او يساعدني فيه. فمين حسي بس انت حتساعدني غايته يبدا ما عندك مشكله ادفع ليه وما يساعدك ساعد احاول لك اسمع مين بنك الخرطوم حسابي بنك الخرطوم. ما عندك اي مشكله يا دكتور والله لي 3 سنة عديده. جدا جدا والله ان شاء الله ما في مشكله. نستفيد منك ذاته يعني استفيد منك في خلاص تمام. هاي ما في الله يخليك تسلم. طيب نمشي نشوف الأجندة بتاعتنا. طيب هنتكلم أول حاجة نتكلم عن الريسك مانجمنت بصورة عامة يعني تمام. بعد ذلك نجي نشوف البروجكت ريسك مانجمنت بروسيس. بعد ذلك هنتكلم الليلة عن البلان ريسك مانجمنت ونتكلم على الايدنتيفاي ريسك ان شاء الله. وبكره انا يعني دايرين نحاول بقدر الامكان انه نخلص من الريسك ده بعد بكره على اساس انه بعد ذاك الناس يكونوا فري للوقفه والعيد والحاجات دي يعني. طيب خلونا نعمل اوفر فيو للريسك. اول حاجه البروجكت ريسك مانجمنت يا جماعه الهدف منه شنو؟ ايدنتيفاي والمانج الريسك that are not addressed by the other project management process. اوكي okay. انت في كل واحده من يعني الشغل بتاعك بتاع البروجكت مانجمنت ده كله هو كله عن الريسك. انت في النهايه همك شنو؟ همك انك والله البروجكت ده يحقق الهدف بتاعه ويكون within الزمن اللي انت حطيته له within السكوب بتاعه within البودجت تمام. ده كله معناه شنو؟ انك انت بتحاول انك كانك انت ماشي لك في شارع والشارع ده فيه خاتل لك مثلا زي التعليم لما تتعلم او الرخصه بمعنى اوضح. لما تجي تكون سايق العربيه وكده تكون عامل حسابك ما تضرب حاجه لانه لو ضربت اي حاجه باليمين او بالشمال انت معناها فيلد الامتحان بتاعك. نفس الطريقه انت بتكون سايق البروجكت بتاعك ده شفته مع التيم بهنا لا كده دي كده دي كده دي كده لحد ما توصلوا لبر الامان. فالشغل بتاعك كله بيكون عن انت داير تافويد الريسك. لكن الريسك مانجمنت بروسيس الهدف الرئيسي بتاع انك انت لو عندك اي ريسك ما عملت له ايدنتيفيكيشن في البروسيسز دي كلها انت بتيجي تعمل له هايلايت هنا تمام. يعني الريسك بتاع البودجت انت في الكوست مانجمنت بروسيس بتكون عملته في السكيدول في السكوب الحاجات دي كلها
تمام. هنا بتجي تتكلم عن بتشوف اي ريسك ثاني ما 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 طرقت له، انت بتجي بتعمل له بلان، هنا بتعمل له انتفاي وتعمل له بلان. طيب نحن عندنا نوعين من الريسك، عندنا حاجه اسمها انديفيدوال بروجكت ريسك، ده اللي هو is uncertain event or condition that if occurs has a positive or negative effect on one or more project objectives. طيب معناه شنو؟ انا عندي ريسك واحد او مخاطر واحده، المخاطر دي ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف، لكن لو حصلت هتاثر على المشروع بتاعي ايجابا وسلبا. طيب هي ريسك تكون بوزيتيف كيف؟ نحن هنشوفه بعد شويه. بعد ذلك عندنا الاوفرال بروجكت ريسك، ده ممكن يعني حاجه تكون انسيرتينيتي تحصل للمشروع بتاعك ده وتطلع فجاه كده تقوم توقف المشروع، او تخلي واحد مثلا ستيك هولدرز ينسحب من المشروع، او يكون مثلا واحده من السكوب ما ظبطت. تمام، برضو ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. تمام، بوزيتيف ونيجاتيف دي بس اصبروا لي على شويه كده، انا حاجه اوقع لكم بالراحه. تمام، طيب نحن عندنا يا جماعه حاجه مهمه جدا جدا، كويس، خلونا نشوف الريسك ديسكريبشن ذاته. قال لك لو 100% انه عندك ايفنت، عندك حاجة ممكن يعني chance بتاعة تحصل if 100% chance of event occurring this is an issue، يعني انت لو عندك حاجة حصلت او حاطها 100% انت متوقع تحصل 100%، ما عندك يعني ما في طريقة انه الا الحاجة دي تحصل، معناه انه شنو؟ معناه دي issue. issue معناه مشكلة، مشكلة معناه عايزة حل. مثلا انه والله يا اخي اليومين ديل عندنا الموضوع بتاع كورونا، ونحن شغالين مثلا في البروجكت بتاعنا، انا متوقع انه واحد من ال 500 موظف او عامل معي في المشروع ديل واحد فيهم لا قدر الله حجوه كورونا. تمام، فمعناه شنو؟ معناه انك انت المفروض تكون جاهز للحاجه دي، انه الراجل ده لو لا قدر الله والدوله دي جات كورونا ما قدرت تجي الشغل، معناه دي هتعمل لك ريسك للبروجكت بتاعك، معناه انت المفروض تكون جاهز للحاجه دي. تمام، عندنا مثلا في الخريف في السودان، الخريف كل سنه بيجي بيجي. تمام، ودي واحده من مشاكل الحكومه بتاعتنا في السودان، انه والله الخريف ده التشانس بتاع انه بيجي 100% كل سنه. تمام، دي ما داري لها يعني ما داري لها نفرين بيتغلطوا فيها. برضه نحن ما بنعمل ريسك بلان للحاجه دي، عشان كده كل مره الخرطوم بتاع بتغرق والغالين بتغرق والدنيا كلها بتغرق. تمام، فهي دي الحته بتاعت شنو؟ كل سنه تفاجئنا يا دكتور. نعم، كل سنه الخريف يفاجئنا في السودان بالضبط كده. فانت لو عندك تشانس حاجه انك بتحصل 100% دي معناها مشكله، دي ما معناها ريسك، ده خلاص طلعت من الحته بتاعت الريسك بقت مشكله، فانك انت المفروض بعد تبدا تعمل لها حل من اسعدي، تعمل لها بلان. تمام، عندنا يا جماعه الريسك اي خطر with negative consequences are called threats، يعني اي ريسك انا بتوقع هسه انا ما بديت المشروع يا جماعه، احنا هسه بس في المرحله بتاعت البلان. انت لو في اي ريسك بتتوقع انه والله يكون عنده نيجاتيف امباكت على المشروع، عنده تاثير سلبي، ده نحن بنسميه مهدد او مهددات. تمام، مثلا انه والله يا اخي انا بتوقع انه واحده من المشاكل بتاعت العمله في السودان، طبعا انه والله الجنيه السوداني ما ثابت وكده ودائما ماشي منخفض وكده، ده واحده ده ثريت، لانه التغيير بتاعه لما ننزل العمله دي لما تنزل معناها حتاثر على المشتريات بتاعتي، سواء كان المشتريات اللي انا داير اطلعها ابيعها من المشروع او اللي عايز اشتريها للمشروع. فانا في الحاجه دي الحته دي بسميها شنو؟ دي مهدد. تمام، عندي ريسك with positive consequences are called opportunities. طيب مثلا انا والله يا اخي شغال في شركه بتاعت ويب سايتس، بعمل ويب سايتس للشركات وبعمل لهم يعني ادمنستريشن للويب سايتس دي وكده. تمام، طيب جات الحته بتاعت كورونا، الحته بتاعت كورونا دي ما ريسك هي، لكن انا بالنسبه لي بوزيتيف كونسيكونسز للشركه بتاعتي، انا معناها دي حاجه بوزيتيف، لانه بعد الشركات دي كلها هتعتمد على الشغل بتاع البيت، هتعتمد على الفيرتشوال ماشين، معناها الفيرتشوال تيمز، معناها هيتصلوا بي انه انا اراقب لهم المواقع بتاعتهم، مواقع جديده بتاعت مواقع الكترونيه جديده انا هستلمها. تمام، فدي بالنسبه لي اوبورتيونيتي، هي ريسك لناس ثانيين، لكن انا بالنسبه لي
اوبورتيونيتيز اللي هي زي المثل اللي بيقول لك والله يا اخي مصايب قوم من عند قوم فوائد. فهي دي زاد هنا بتاعت البوزيتيف الريسك لما يكون عنده بوزيتيف كونسيكوينسز. تمام ريسك از نوت اولويز باد زي ما قلنا هنا الريسك ما كله باد. مرات بيجيك شنو مثلا انت عايز تشتري ضربت المثل ده قبل كده لكن اضربه ثاني انك انت والله ماشي تشتري الاسمنت انت بتشتري الاسمنت ده حسب المشروع بتاعك هتشتريه في على دفعات فمشيت والله ناس المصنع قال لك اصنع هنا انا هنديك الكميه دي كلها وهنديك ديسكاونت 25% لكن تشيله كلها مره واحده. تمام انت تشيله كلها مره واحده دي قد تكون ريسك بالنسبه لك لكن في نفس الوقت الناس دي حيدوك 25% ديسكاونت which is good يعني ده ريسك لكن بوزيتيف ريسك. تمام فده الريسك بصوره عامه يعني الريسك يا جماعه اي حاجه انت متوقع تحصل على في المشروع ده يعني حاجه ما يعني ما انس يعني انسيرتينتي يعني ما واضحه. تمام انت طوال دي المفروض تصنفها ريسك لكن تجي بعدك تشوف هل التاثير بتاعها نيجاتيف ولا بوزيتيف. تمام يعني في اي سؤال يا شباب واضحه الحته بتاعت الثريت ولا اوبورتيونيتيز؟ طيب نجي نشوف البروسيسز بتاعتها زي ما قلنا هي فيها سبعة بروسيس. لا يا دكتور ايوه عيد العيد يعني شنو؟ يا باشمهندسة معلش يا ما سمعتك طيب سريع انا حد ما انا ما سمعت السؤال لكن بس سريع الخص الحاجه دي. طيب انه انا عندي المخاطر انا لما اجي اعمل الثريت اوكي الثريت والاوبورتيونيتيز. الثريت هي شنو؟ اي حاجه انت متوقعه تحصل على المشروع ده لكن بتاثر على المشروع سلبا دي نحن بنسميها ثريت او تهديد. تمام يعني مثلا انه والله يا اخي انا متوقع انه في شهر 7 المطر حينزل كويس العمال مثلا او مش العمال الاسمنت اسعاره حتزيد ده انا بالنسبه لي ريسك. تمام وريسكي ده مهدد لانه الاسمنت حيزيد واسعاره حتزيد معناها انا حامشي غير في الاستيميشن بتاعي. تمام برضو انه والله يا اخي عشان الاسمنت ديت نقل لي في الوقت المناسب ممكن الخريف ياثر على الحاجه دي ممكن في شحنه ما تجيني في الوقت اليوم اللي انا عايزه فده مهدد فانت لازم من البدايه تعمل له بلان انك انت المشكله دي حتحلها كيف. تمام من جهه ثانيه انا والله عندي حاجه اسمها اوبورتيونيتيز. اوبورتيونيتيز اللي هي الفرص. تمام انه والله يا اخي انا الشركه بتاعتي دي شركه بتاعت اي تي الشغل بتاعه كله معتمد على الويب سايتس بعمل ديزاين للويب سايتس بعمل لهم مينتننس للويب سايت بدير المواقع دي كلها. تمام فلما يجيني فتره بتاعت زي الفتره بتاعت كورونا دي الشغل بتاعي بزيد لانه كل الناس قاعدين في البيوت عايزين يعتمدوا على الشغل اونلاين. تمام فانا بالنسبه لي دي شنو هنا دي فرصه بتاعت انه والله يا اخي الشغل بتاعي يزيد والارباح بتاعتي تزيد. تمام واضحه ال ايوه خلصت طيب الحته بتاعت التريد دي مثلا انا يعني ما عاد المطر حتصب يعني في حاجات بتكون خارج عن الاراده بتاعت كيف ما عارفه انت ما عندك في الخريف ده في السودان نحن في الفتره بتاعت الخريف ما عندنا احنا الفتره ما عندنا الفتره بتاعت الخريف من شهر 6 لحد شهر اخر 8 عندنا شهرين في السودان دي الفتره بتاعت الخريف ممكن يجي مطر ممكن ما يجي مطر لكن انا ما بقول والله يا اخي ممكن ما يجي مطر انا بلعب على اسوء الحروب ايوه خدت الاحتمال تمام طبعا ايوه لانه انا هنا ما لسه الخطر ما جاء انا بس بعمل بلان للخطر تمام طيب نجي نشوف البروسيسز بتاعتها. البروسيسز اللي هي يا جماعه عندنا اول حاجه بلان هي سبعه بروسيسز فيها خمسه في البلاننج واحده في الاكسكيوتنج واخر واحده في المونيتورنج اند كنترولنج. خلونا نشوف في البلاننج. طيب
في البلانينج اللي هي عندنا بلان ريسك مانجمنت، دي اول واحده. بعد ذاك ايدنتيفاي ريسك، يعني انه انا كيف بقدر اعمل اتعرف على الريسك، تمام. بعد ذاك عندي حاجه اسمها بعد ما خلاص اتعرفت على الريسك، جيت عديت المخاطر كلها الممكن تحصل، المخاطر اللي حتاثر على المشروع ايجابي او نيجاتيف او سلبا، كلها جيت حددتها. بعد ده بجي بعمل لها شنو؟ بعمل لها تحليل كمي، تمام، او تحليل كيفي. اول حاجه انه والله طيب الخطر ده لو حصل الكواليتي بتاعت انه يعمل لي دمج كيف هيأثر على المشروع ده بتاعي كيف، تمام. بجي بعمل لها اللي هي كوانتيتيف اللي هو كمي، بشوف انه والله عندي كم خطر، تمام. في مثلا في المرحله الاولى في المشروع عندي كم خطر، ممكن يكون عندك خطر في الحته بتاعت البلاننج ذات، انت بتعمل في البلاننج ممكن برضو يجيك تجيك مخاطر يعني، تمام. بعد ما خلاص انت حددت ايدنتيفاي الريسكس بتاعتك دي وحللتها، عملت لها تحليل كمي وتحليل كيفي، بعد ده بتعمل بتجي بتشوف انك انت الريسك ده تعمل له ريسبونسز كيف، انك انت لو حصل الريسك ده لا قدر الله انك انت هتتفاداه كيف، هتعالجه كيف، تمام. طيب انت خلاص حددت البلان بتاعتك وعرفت انه والله الريسك ده مثلا لو حصل كده انا بعمل له كده، تمام. يعني زي مثلا الريسك بتاعنا بتاع لو حصل تشينج، لو حصل عندنا ريكويست تشينج، تمام، انا طوالي بمشي بصرف من الميزانيه بتاعه الكونتينجنسي ريزيرف اللي هي الميزانيه بتاعت بتاعه المخاطر. تفضل يا اسامه. الستيب بتاعت الفورم بيرفورم، نعم. الو، ايوه يا اسامه. انا ما سامع يا جماعه، انتوا سامعين؟ سامعين. اسامه صوتك اختفى. مشكلة عندنا، مشكلة في الشبكة بس الليلة. ايوه أسامة، أسامة ده في ايوه أسامة ما سمعت، لكن مشكلة في الصوت انا ما سامع بس. ايوه اتكلم. طيب نحن هنواصل كويس، متى ما اسامه صوت ضغط معه ما في مشكله يتدخل معنا. طيب نحن بنجي جينا خلاص عملنا البلان بتاعتنا، عرفنا انه والله الريسك ايه ده لو حصل انا بقدر الخطه بتاعتي ليه وشنو، تمام. بعد ذاك بجي بعمل اللي هو امبلمنت للريسك ريسبونس، انه والله يا اخي مثلا الريسك بتاعي ده لو حصل في المرحله بتاعت الاكسكيوتنج انا عارف انه اتعامل معه كيف، وفعلا الريسك ده حصل واتعاملت معه، تمام. طيب انت تعاملت مع الريسك وكل شيء، بعد ذاك دي ورقه ريسك مانجمنت اللي جات من وين؟ دي انا مع جات عرضا، دي المفروض تكون فوق. بعد ذاك الاخيره اللي هي مونيتر الريسك، تمام. خلينا بس سوري. اسامه طيب سريع، دي البروسيسز بتاعتنا كلها السبعه بروسيسز، تمام. اخر واحده اللي هي انت مونيتور الريسك، يعني الريسك ده خلاص انت مثلا عشان تتاكد انه والله يا اخي انت ما مثلا اخذت البلان بتاعتك يمكن ممكن في ريسك يحصل لك في المرحله الفلانيه، تمام. الريسك ده لو حصل وعملت له ميتيجيشن برضك انت تراقبه عشان ما يجيك ثاني، تمام. او والله الريسك ده ما جاني مثلا حتى بتاعت المطر لحد الان انا جاهز المطر ده عملت رتبت اموري كلها وكده وكده، كويس. انت برضو بتكون مراقب الوضع يعني لحد ما المشروع بتاعك ده يطلع من الحته بتاعت الخطر او يطلع من الحته اللي بينزل فيها خريف او كده يعني، تمام. فدي ان شاء الله البروسيس دي كلها نحن هنجي نتكلم عنها بتفصيل. طيب
نجي الأولى اللي هي البلان ريسك مانجمنت. اللي هي دي يا جماعة نحن شنو؟ نحن بنعمل ديفاين هاو تو كوندكت ريسك مانجمنت اكتيفيتيز فور ذا بروجكت. انك انت بتعمل المانج ريسك مانجمنت اكتيفيتيز كلها هنا بتعمل الخطة بتاعتك تمام؟ بتاع انه والله يا اخي اذا مثلا الريسك الريسك حيكون كيف؟ شكله حيكون كيف؟ تمام؟ يعني بحدد اللي هي دي خطة بحدد بيها النشاطات اللي انا بتعامل بها مع الريسك تمام؟ بعد ذلك ensure the degree type and visibility of risk management are proportionate to both risks and importance of the project to the organization and other stakeholders. اللي هي دي بالعربي شنو؟ انه الخطة بتاعتك دي المفروض تتضمن ان تكون درجة ونوع ووضوح المخاطر متناسبة مع المخاطر تمام؟ اللي هي انت الإدارة بتاعت يعني انت لما تيجي تعمل إدارة للخطر الرقمي A مفروض الحاجه اللي عملتها دي تكون متناسبه مع الخطر ذاته. بمعنى انه والله يا اخي انا حاسي انه الخريف ده انا عايز لي ميزانيه للخريف. الميزانيه بتاعت الخريف دي مثلا انا الميزانيه بتاعت المشروع كلها 20 مليار. ما ممكن انت تيجي تعمل بس ميزانيه بتاعت الخريف 5 مليار. تمام؟ فبتكون فيها نوع من الما واقعيه كده. تمام؟ فانت لازم الخطر بتاعك تاخد له خطه على اساس انه هي تكون الخطه دي متوافقه مع الخطر ذاته. لو كان الخطر كبير المفروض الخطه بتاعتك دي طموحه عشان ما عشان تقدر تعمل ميتيجيشن للريسك ده تمام. نجي نشوف الانبوت والتولز اند تكنيكس والاوتبوت بتاعتها. واضحه جدا جدا حاجاتها ما 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 فيها مشاكل كثيره تمام. طيب اللي هي عايزين البروجكت شارتر مهم جدا جدا. البروجكت مانجمنت بلان هنا انت محتاج ليه كل الكومبوننتس. كل الكومبوننتس معناها قصدهم شنو؟ معناها السكيدول مانجمنت بلان، السكوب مانجمنت بلان، البروجكت مانجمنت بلان، الكوست مانجمنت بلان، الكواليتي مانجمنت بلان، الريسورسز مانجمنت بلان، ستيك هولدرز، كلها انت محتاج ليها لانه بتقدر انت بتحدد انه والله من هنا انه المفروض عندي خطر ممكن يكون عندي خطر في الكواليتي عندي خطر ممكن يكون في الريسورسز تمام. بعد ذاك انت محتاج للستيك هولدر ريجستر لانه مرات ذاته الستيك هولدر ذي بيكون لك بيجيك منهم خطوره تمام. محتاج لانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز ومحتاج لاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس تمام. هنا مهم جدا جدا طبعا انت محتاج للاكسبير جادجمنت لانه ده بيوروك بالمخاطر ويعني يجيب لك زول مثلا زي ياسر الباشمهندس اللي مثلا عملت الدكتوراه بتاعتها في الريسك وكده فانت بتجيبها تستفيد منها عشان تحدد لك المخاطر ونوعيتها وكده. يعني داتا اناليسيس اللي هي دي انت محتاج ليها تعمل ستيك هولدر اناليسيس لانه الستيك هولدر زي ما قلت لك ممكن يكونوا هم يكونوا ثريتس للمشروع في نفس الوقت ممكن يكونوا اوبورتيونيتي. فانت لازم تحلل تحلل الستيك هولدرز يعني تعمل لهم تحليل. محتاج لاجتماعات اوف كورس لانها دي مرحله بتاعت بلان انت عايز تطلع منها بالريسك مانجمنت بلان للبروجكت بتاعك كله. سؤال يا شباب؟ في اي سؤال؟ في الحته طيب بتاع الستيك هولدرز نعم كده حته بتاع الستيك هولدر ريجستر ده انا هنا بنعمل اللي اسمه يعني هنا بنعمل ريجستر للمعنيين كلهم ولا بس ايوه كله ما انت كله انت اصلا من البدايه انت من البدايه لما جيت عملت ال 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 البروجكت شارتر بتاعك ده في حاجه اسمها مانج ستيك هولدر تمام او ايدنتيفاي ستيك هولدر. انت بتيجي تكتب الستيك هولدر زي كلهم اساميهم يعني الشركات مثلا شغالين فيها او وظائفهم وبتكتب كمان درجتهم علاقتهم بالمشروع شنو لانه في ستيك هولدرز بيكون عنده علاقه مباشره في ستيك هولدرز علاقته ما بتكون مباشره تمام. لكن في نفس الوقت اللي بيكون علاقته غير مباشره ده ممكن يكون خطر كبير جدا للمشروع ممكن يكون خطر ثريتس وممكن يكون اوبورتيونيتي. فانت لازم انت الريجستر بتاعك ده لازم يكون موجود عشان تيجي تعمل على ضوء الريسك مانجمنت بلان.
تمام شكرا كده العفو. طيب الريسك الريسك مانجمنت بلان دي يا جماعه نحن بس دقيقه كده اتكلم لكم عن الحاجات اللي انت محتاج فيها. اول حاجه في حاجه اسمها ريسك استراتيجي. في الريسك استراتيجي بتتكلم بطريقه عامه انك انت والله انا بجي الاستراتيجيه بتاعتي شنو لما نجي احصل عليه ريسك تمام. فانت بتوضح انه طبعا دي حسب المشروع وحسب الخطر اللي انت خطيته، لكن جنرال سبيكنج بصوره عامه انت المفروض يكون عندك ريسك استراتيجي، يعني يكون عندك استراتيجيه واضحه تتعامل بها مع المخاطر تمام. عندك برضه حاجه اسمها الميثودولوجي. الميثودولوجي دي اللي هي انك انت التولز بتاعتك شنو هتتعامل بها مع الريسك ده. الداتا سورس تمام، هل انك انت والله مثلا عندنا مثلا في المشاكل بتاعت الكمبيوتر او الاي تي بيكون عندنا مثلا مواقع كده معروفه ان دي شير يا دكتور. ايوه الشير 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 بالله ما انتوا لحد الان ما في شير؟ السلايد ما شايفين السلايد انتوا؟ السلايد في البلان ريسك مانجمنت هنا. اي بس انا بس بتكلم عنها بصوره هنا يعني ما في جنرال. اوكي. تمام؟ بعد ذاك انت شنو برضك بتحدد في الريسك مانجمنت بلان بتاعتك دي بتحدد انه المسؤوليات بتاعت الناس شنو؟ انه والله يا اخي ادم مسؤول من الحاجات بتاعت الاي تي، لو في اي مشكله بتاعت الاي تي كده بنرجع لادم، عندنا مثلا مشاكل بتاعت كوميونيكيشن وكده بنرجع لخالد تمام. فدي المفروض تكون الحاجات في الريسك مانجمنت بلان. بعد ذلك طبعا الحته بتاعت الفندنج دي احنا اتكلمنا لما جينا اتكلمنا عن الكوست، قلنا والله يا جماعه احنا عندنا حاجه اسمها ريزيرف، عندنا كونتنجنسي ريزيرف اللي هي دي الميزانيه اللي حاطينها للمخاطر تمام. فنحن بنكون عارفين انه والله لو حصل علينا مخاطر وكده بنمشي بنصرف من الحاجه من الحته الفلانيه دي تمام. واهم حاجه يا جماعه في الريسك مانجمنت بلان بتكون انت خاطي برضه الزمن، انه والله يا اخي الخطر مثلا انت متوقع الخطر مثلا بتاع المطر ينزل، انت المفروض يكون عندك 200 حتجي طوال تطبق حتستجيب للخطر ده، هل حتخليه يوم يومين والله immediately، يعني برضه دي حسب نوع الخطر اللي انت جيت حتحدده later on تمام. فدي المفروض في الريسك مانجمنت بلان دي الحاجات بتاعتك المفروض تكون هناك يعني. فانا بس شرحتها بطريقه اوسع، لكن هي بس في النهايه المفروض تكون في الريسك مانجمنت بلان. طيب نجي نشوف الريسك مانجمنت بلان اكتيفيتيز. اول حاجه زي ما قلت لكم الريسك استراتيجي ده بتتكلم بطريقه عامه عن انك انت والله الاستراتيجيه بتاعت الريسك بتاعك، بتتكلم عن انه الميثودولوجي بتاعتك كيف انك انت بتتعامل مع الريسك ده كيف تمام. الريسبونسابيلتي منو المفروض يعمل شنو. الفندنج تمام، ودي يعني اصلا احنا محددينها قبل لما جينا عملنا الكوست، قلنا عندنا حاجه اسمها الكونتينجنسي ريزيرف. تايمينج وين اند هاو اوفتن ريسك مانجمنت بروسيس ويل بي دن تمام ويل بي دن. فهي دي كلها المفروض تكون في البلان بتاعتك. في اي سؤال يا شباب لحد الان؟ فوق في يوزد في نفس السلايد يوزد يوزد برضو فوق على الثانية. أيوة هنا تبي يوزد. يس ثانك يا أبو أحمد. العفو. طيب نجي نشوف عندنا حاجة يا جماعة، احتمالية الريسك والتأثير بتاع الريسك probability and impact. طيب خلونا في الجدول ده يا جماعة، الجدول ده بس مثال تمام. طيب نحن عندنا اي ريسك الاحتماليه بتاعته لما تكون فوق لل 70% ده نحن بنسميه فيري هاي تمام. طيب ده بيعتمد على شنو؟ ده بيعتمد على انه الحاجه دي يا جماعه ده ما قانون بس ده اكزامبل. انت بيعتمد على انه الزمن بتاعه تمام، يعني مثلا الريسك ده ممكن ياخذ لك لو حصل ممكن علاج ياخذ فوق ال 6 شهور وهيكلفك 5 مليون دولار، فوق ال 5 مليون دولار
معناها ده عنده ال very significant impact on the over functionality. يتخيل انه عندك خطر، الخطر ده لو حصل لا قدر الله اول نزله بتاعت انه يحصل ده حيكون فوق ل 70%، معناها ده حيكون عالي جدا جدا. تمام، العلاج الوقت اللي انك انت عشان تتعالج منه ممكن ياخذ منك اكثر من 6 شهور. تمام، وده الكوست بتاعه 5 مليون. نحن اصلا مثلا عندنا الموضوع بتاع كورونا فيروس ده اكثر مثال، يعني ده اثر على مشاريع كثيره جدا جدا، ووسع العالم كله بيتكلم انه والله تقول انه الريكفري بتاع الاقتصاد، انه الاقتصاد ده يصلح الا بنهايه 2021. تمام، وكلف مليارات الدولارات لاقتصادات العالم، معناه ده فيري هاي ريسك. تمام، فريسك زي ده المفروض الناس تكون عامله حسابها، المفروض الناس تكون يعني اوير، الناس تكون طوالي لابسه كمامات زي محمد عثمان ده، وتستعمل الهاند تغسل يدي، يعني ما يكون في اي هامش بتاع انه والله يا اخي الريسك ده احنا نقعد نتعامل معه تعامل عادي. يعني محمد يلا الموضوع الريسك ده الحته بتاعت المثل بتاع كورونا، فهسي مثلا من ضمن مثلا في الثلاث شهور اللي فاتت امريكا بالنسبه لها ده ريسك، لكن الصين بيجا اوبورتيونيتي. ف في الصين ربحانه في افتكر الشهرين او ثلاث شهور اللي فاتت فوق ال 13 تريليون دولار، وامريكا خسرانه كاسهم كمبالغ اصطرفت على الهيلث كير والحاجات دي حوالي 20 تريليون دولار، دي الميزانيات المقدرة. فهي very high risk يعني بالنسبة لكان لأمريكا، وفي نفس الوقت بيجي opportunity للصين رغم إنها هي السورس بتاعها. بالضبط كده. طيب نحن عندنا، طيب عندنا الريسك النسبة بتاعت الاحتمال الحدوث بتاعته بين من 51 إلى 70%. تمام؟ ال 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 يعني نحن ممكن يعني الخطر ده ممكن نعالجه في فترة بتاعت من 3 إلى 6 شهور، ده بنقول هاي، والتكلفة بتاعته اللي هي من 1 إلى 5 مليون، من 1 مليون إلى 5 مليون دولار. تمام، فده significant impact on the overall functionality، ده ممكن يأثر على كل الاكتيفيتي بتاعت المشروع. عندنا medium اللي هي ده النسبة بتاعته من 31 إلى 50%. تمام، التايم بتاعه من شهر لثلاثة شهور. تمام، بيكلف من 500 يعني نص من نص مليون لمليون دولار، ده ممكن يأثر على بعض الاكتيفيتي بتاعت المشروع، ما على كل المشروع. تمام، عندنا مثلا لما يكون النسبه بتاعته من 11 لحد 30% ده احنا بنقول والله السكيل بتاعه لو ممكن ياخذ مننا من اسبوع لاربع اسابيع 100,000 دولار ل 500,000 دولار، ده ممكن يكون التاثير بتاعه ماينر امباكت اون ذا اوفرال فانكشناليتي. فيري لو اللي هو ده النسبه بتاعت الحدوث بتاعته من 1 لـ 10%، اسبوع واحد بكلف 100,000 دولار. تمام، ده بنقول ماينر امباكت اون سكندري فانكشناليتي، يعني ما باثر تاثير مباشره على المشروع، لكن ممكن ياثر عليه حاجات ثانويه في المشروع. عندنا مثلا لما يكون اقل من 1% نحن بنقول ده السكيل بتاعه نل، ما هيأثر، ما بيحتاج لاي تغيير، ما 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 بيحتاج لاي يعني ما بأثر على اي حاجه في المشروع. تفضل يا خالد. السلام عليكم. بالنسبه للريسك probability خلينا لو كانت بالنسبه المئويه حتى بالنسبه للتايم الكوست بتكون اوضح واشمل شويه، يعني لو قلت كمثال انه الريبير حق الريسك ده او الاصلاح بياخذ مني كمثال 20% من زمن المشروع، اوكي، وبالنسبه للكوست حيكلفني كمثال 20% او 30% من التوتال كوست حق البروجكت، فيخليك كده بتكون شويه عام. لا هي ما انت ما انت انت ما انت لازم تخط الكوست، انت لازم تخطه ما تخطه بالنسبه المئويه. تمام، ما هي الان انا لما تقول لي مثلا 5 مليون دولار كم التوتال بادجت حق البروجكت عشان اعرف انا؟ لا دي ما انا مثال بس، دي انا اديتك مثال 5 مليون دولار، دي انا اديتك لا مثال بس، يعني ما انا معاك في المثال، لكن الان لما تقول لي كمثال 5 مليون دولار كم التوتال بادجت حق المشروع؟
100 مليون دولار ممكن ممكن التوتال يكون 50 ممكن التوتال يكون 60 لانه هنا النسبه بتاعت القروش دي ما ما ما, ما نسبه ماويه دي بس قيمه يعني مثلا مثلا انه والله يا اخي نحن بنعمل في الكوبري بتاع الكوبري بين الخرطوم ومدرمان تمام الكوبري ده لو لا قدر الله انه بعد ما خلاص العلب دي اتعملت اتضح انه والله العلب دي كلها ما مخطوطه بحته سليمه التكلفه بتاعت القروش بتاعتها حتكون كم حتختلف من 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 مشروع لمشروع صح ايوه فهنا عشان كده شنو مدك ما انت ما بتقول ما بتقول نسبه مئويه يعني انت مثلا لو قلت والله يا اخي انا الريسك بتاع انه العلب تبوظ ده حيأثر 80% من البودجت بتاعت المشروع طيب ال 80% كم انت ما قبل خطيت انت خطيت اسمها شنو انت قبل ما خطيت الميزانيه بتاعتك ايوه انا خطيت الميزانيه طيب انت هسه اوضح لك تقول والله 20% ولا تقول تلغي ما زادت تقول والله يا اخي مثلا الحاجه دي لو حصلت حتكلفني مثلا 3 مليون او 3000 او 3 كده يعني هنا في هنا في الجدول ده معناه هنا الحاجه دي محدده معاي لما انا اقول 5 مليون معناه اوريدي انا عارف المشروع تقريبا تكلفته كذا لما اقول 6 شهور معناه عارف الديوريشن حقه كمثال كذا سنه لكن انا ما اعرف هو ده انت ما اسمع انت ما انسى انه المشروع ده هياخد المده بتاعته كم وانسى انه الكوست بتاعه كم لكن ده اكزامبل انك انت لما تجي تعمل التاثير بتاع الريسك بروبابيلتي والريسك امباكت انت المفروض تعمله في جدول زي ده تشوف انه والله السكيل بتاعه انت بتصنفه بتين هاي يعني ناسي مثلا واحد يجي يقول لك والله المشروع بتاعي ده ما بيتحمل اي خطوره اي ريسك اي احتماليه حدوثه 50% انا ده طوالي بعتبره فيري هاي تمام انا معاك في انا قصدي شنو ايوه لو ريسك بروبابيلتي الاكزامبل الموجود ده خطينا فوق تحت العباره دي مثلا انه سيناريو البروجكت ده التوتال بادجت حقه كذا واشتغلنا عليه فبيكون ده بالنسبه لنا ك ك ك كتمبلت لا 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 انت ده ما تمبلت دونت جيت مي رونج ده الحته دي هنا ما تمبلت ده بس اكزامبل احنا بس بوريك انه لو حصل مثلا ال احنا بنسمي السكيل لما يكون فيري هاي البروبابيلتي بتاعته احتمالات حدوثه تكون كم ومفروض ممكن ياخذ زمن كم كويس فده مثال انت بالنسبه لمشروعك ممكن الحاجات دي كلها تكون مختلفه تمام انت مثلا في المشروع بتاعك انك والله المشروع بتاعك ده مشروع يعني مثلا بتاع ويب سايت تمام الويب سايت ده احتمال انه يحصل فيه خطر عالي جدا جدا تمام فممكن يكون اي خطر لو حصل فيه يعني مثلا الكود بتاع اللي بيعملوا به البرمجه ده لو حصل فيه اي حاجه غلطه صغيره الناس كله ما بيشتغل اسمه شنو الموقع كله ما بيشتغل فمعناه انت اي خطر عندك فوق لل 1% معناه ده فيري هاي تمام وحيكلفك وقت كبير جدا جدا وحيكلفك قروش فهو هنا جاب شنو جاب المثال ده على سنه بس داير يوضح لك انه والله يا اخي انت مفروض الحاجات بتاعتك تاخدها كده يعني تمام هو ده ما تمبلت ولا ده يعني مثلا رول انت تمشي تعمله في المشروع بتاعك اوكي اوكي تمام اوكي تمام طيب نمشي للبعده نشوف طيب انتهينا من خلاص انت عملت بلان للريسك بتاعك الريسك مانجمنت بلان بتجي بتشوف ايدنتيفاي ذا ريسك ايدنتيفاي ذا ريسك يا جماعه اول حاجه الحاجه الاولى اللي هي المهمه اللي هي انك انت بتحدد المخاطر الفرديه في المشروع تمام وبتقوم بتوثقها اهم حاجه انت حددتها لازم انت توثقها وتكتب الصفات بتاعتها والله يا اخي مثلا هطول الامطار مثلا ارتفاع العمله تمام فهذه مخاطر احنا بنسميها مخاطر فرديه بعد ذلك توثيق المخاطر الفرديه برضو والغايمه ومصادر الخطر يكون للمشروع برضو انت والله يا اخي مثلا انا عندي خطر كبير جدا جدا للمشروع ده ممكن الحكومه دي في اي لحظه تطلع من المشروع ده تمام او ممكن والله يا اخي جايه انتخابات دائما دي بتحصل في الدول الانتخابات وكده قريب الانتخابات في ناس ما بيدخلوا في اي مشروع
بقول لك والله يا اخي مثلا لو يتغير جات الحكومه دي بدات مثلا في بريطانيا مثلا المحافظين فازوا ممكن ما يدعموا المشروع ده، لانه من السياسات بتاعتهم والله يا اخي ما داروا يدعموا الشركات القطاع العام، حيدعموا بس الشركات القطاع الخاص والعكس. تمام؟ فانت لازم تكون عارف انه والله الخطر العام للمشروع شنو والخطر الفردي للمشروع، وتعمل له دوكيومنتيشن. بعدك انت بتجمع المعلومات دي كلها مع بعض كويس عشان التيم بتاعك يكون جاهز، والتيم بتاعك ده ممكن في الوقت المناسب يستجيب للخطر، مثلا الخطر A ولا B ولا C. تمام؟ نجي نشوف الانبوت والاوتبوت والتول اند تكنيكس. سوري، الانبوت بتاعتها يا جماعه الحته دي لانك انت دار ايدنتيفاي ريسك تقريبا بتجيب كل البروجكت مانجمنت بلان بتجيبها كلها، اللي هي ريكويرمنت مانجمنت بلان، السكيدول، الكوست، الكواليتي، الريسورس، الريسك، السكوب، بيس لاين، السكيدول بيس لاين، الكوست بيس لاين، لانه ديل دائما لو حصل اي خطر هم ديل اكثر ثلاثه بيتاثروا سريع جدا، وزي ما شفنا في المثال اللي قبل شويه يعني. بعد ذاك اللي انت محتاج للدوكيومنتس دي كلها، تمام، البروجكت لوج والكوست استيميتس والديوريشن استيميتس، تمام، كلهم محتاج لهم. محتاج للاجريمنت الجبال، انت لما بديت المشروع ده في اجريمنتس بينك وبين الستيك هولدرز، بينك وبين السبلايرز، تمام، لانه لو حصل اي واحد مثلا اخل بالعقد بتاعه انت المفروض تكون جاهز له وعارف انه والله البديل بتاعه شنو قبل ما انك تخش معاه في ديسبيوت. محتاج للبروكيورمنت دوكيومنتيشن، تمام، المشتروات والاورجنايزيشن الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز والاورجنايزيشنال بوليسي دي محتاج ليها. طيب نجي نشوف التول والتكنيكس. انت محتاج لاكسبيرت جادجمنت عشان يحددوا معاك المخاطر. محتاج للديتا جاذرنج اللي هي البرين ستورمينج، تمام، عشان تعرف انه والله يا اخي مثلا الخطر ده ممكن يطلع منه خطر ثاني او الخطر ده ممكن احنا نعالجه كيف. محتاج لتشيك ليست، محتاج لانترفيو. انترفيو هنا يا جماعه بتعمل انترفيو للستيك هولدرز، محتاج تعمل انترفيو لناس يعني سبلايرز مثلا للمشروع، انترفيو مثلا للتيم، في تيم محدد انت جايبه مثلا عشان يجي يشتغل لك الحته بتاعت الصحه والسلامه المهنيه، كويس، ممكن تعمل لهم انترفيوز. تمام، في النهايه انت محتاج الانترفيوز دي عشان تطلع منها معلومات. بعد ما خلاص انت جمعت المعلومات دي بتجي تعمل لها اناليسيس، اللي هي اهم حاجه فيهم الروت كوز اناليسيس، اللي هي دي بتستخدم الفيش بون دايجرام عشان تعرف المصدر بتاع الخطر وين. الاسامبشن اند كونسنتريت اناليسيس دي برضه محتاج ليها، لانك انت هنا عندك الثلاثه كونسنتريت اللي هي السكوب والسكيدول والكوست، انك انت محتاج ليها هنا. محتاج حاجه اسمها السوت اناليسيس اللي حنتكلم عنها بعد شويه. محتاج لي تحليل الوثائق الدوكيومنتس اللي هي الوثائق اللي محتاج تحليلها، تمام. في الانتربيرسونال سكيلز محتاج فاسيليتيشن عشان تعمل تنسق بين الـ بين الـ بين الناس دي كلهم وتعرف انه والله الخطر حيكون وين، تمام. عندنا حاجه اسمها البرومت ليست دي انا حاتكلم عنها بعد شويه، ومحتاج لميتنج، تمام. دي كلهم التول والتكنيكس، التولز والتكنيكس بتاعت الايدنتيفاي ريسك. عايز تطلع بشنو من الحاجه دي؟ عايز تطلع بحاجه اسمها ريسك ريجستر، اللي هي انك انت بتكتب المخاطر كلها كويس وتصنفها، ده هاي ده لو ده كده ده كده، تمام. محتاج لريسك ريبورت، تمام، باعتبار انك انت والله في المرحله دي لو حصل اي ريسك او حصل انه والله يا اخي في ريسك محدد نحن المفروض من الناس اللي نكون جاهزين له، المفروض طوالي تكتب الريبورت بتاعك وترسله للسبونسر. بتعمل ابديت للاسامشن لوج، للايشو لوج، وللليسون لين، يعني اي حاجه انت اتعلمتها هنا في الحته دي انك انت كيف المخاطر دي عملت لها ايدنتيفيكيشن وكده، انت محتاج تاخدها في الليسون لين. تمام؟ في سؤال يا شباب قبل ما امشي للبعده؟ هتكلم عن السوت اناليسيس وعن البروم ليست. اذروايز لو عندكم اي سؤال ممكن تسالوا قبل ما امشي عليهم. اوكي. طيب
في زول يا جماعه سمع بالسوت اناليسيس اكيد بيكونوا مرض عليهم يعني، فكده لو واحد ايوه ايوه ممكن انا هبات اتفضل. ايوه السوات اناليسيس اللي هو الستريج الاس ستان فور السترينجز اللي هو نقاط القوة، الاو الاوبورتيونيتيز، الدبليو الويكنسز، والتي الثريتس. الاوبورتيونيتيز والثريتس ديل بتكونوا اكسترنال للاورجانيزيشن، حاجه بتجينا من برا. اوبورتيونيتيز بيكون موجوده في الانفايرمنت احنا المفروض تيك ادفانتج منها نستفيد منها، والثريتس دي الحاجات اللي بتجينا بتهددنا من برا موجوده في الانفايرمنت بتهدد الاورجانيزيشن بتاعتنا، والاثنين هم اوت اوف كنترول بتاع الاورجانيزيشن. اما السترينجز والويكنسز اللي هي دي نقاط القوه ونقاط الضعف الموجوده في الاورجانيزيشن ودي في الكنترول حقها، المفروض الاورجانيزيشن تاخد تستفيد من السترينجز بتاعتها نقاط القوه بتاعتها وتحاول انه تقوي النقاط بتاعت الضعف حقتها جوا الاورجانيزيشن. تمام شكرا جزيلا. نزول ثاني يا جماعه يعمل اضافه لهباب، اضافه عن السوت اناليسيس. طيب اول حاجه زي ما قالت هبات اللي هي identify opportunities that are result of organization strengthness as well as threat that are result of organization weaknesses. طيب اللي هي نقاط انت لازم هنا في التحليل ده بتحلل نقاط القوه بتاعت المشروع عشان انك انت تستفيد منها في لصالح المشروع، وبرضه بتعمل ايدنتيفيكيشن تتعرف على نقاط الضعف عشان انك انت تقدر تعاليها او تقدر تتفاداها. ان شاء الله لما نجي في الحته بتاعت الريسبونس هنتكلم انه الريسك ده انت 200 تعمل له افويد يعني تخليه، و200 تعمل له اكسبت تقبله، و200 تعمل له ترانسفير، و200 تعمل له ميتيجيشن. تمام، لانه المخاطر ذاتها ما هي خطر انت بس بتجيو كده زي ما تقول تتعامل معه وخلاص، لا في مخاطر انت ما حتتعامل معه انت شخصيا، حتعمل لها ترانسفير شركات التامين والله اي واحد ثاني ممكن يجي يتعامل معه. تمام، فانت المفروض تحدد نقاط القوه ونقاط الضعف في الاورجنايزيشن بتاعتك وفي التيم ذاته طبعا. طيب نجي عندنا حاجه اسمها يا جماعه الدوكيمنت اناليسيس. الدوكيمنت اناليسيس دي اللي هي انت بتعمل اللي هي ريسك مي بي ايدنتيفايد فروم ستراكشر ريفيو اوف ذا بروجكت دوكيمنت انكلودينج، يعني انت الخطر بتاعك ده تجيب يعني ممكن بس من خلاص يعني من التقارير ومن البلان بتاعتك كلها جبتها وكده، بعدين انت بتعمل بتطلع الريسك خلاص بنسيت والله انه ياخذ المخاطر بتاعتي هنا والمخاطر بتاعتي هنا والمخاطر بتاعتي هنا. تمام، اللي هي بتيجي من شنو؟ من الحته بتاعت البلانس والاسامشن والكونسنتريت والبريفيوس بروجكت فايلز والكونتراكت والاجريمنت والتكنيكال دوكيومنتيشن. دي كلهم انت بتجيبهم بتعمل لهم تحليل وبتبدا تطلع المخاطر. تمام، مثلا التكنيكال دوكيومنتيشن، التكنيكال دوكيومنتيشن دي والله يا اخي انا شغال مثلا في شركه بتاعت كمبيوترات سحابيه اللي هي الكلاود. تمام، واحده من المشاكل بتاعتي والله يا اخي انه الشركه دي السي دي شغاله السيرفرات بتاعتها كلها مع ديل والله عنده مشكله في المعالج بتاعه. تمام، طيب انا المشكله دي اعالجها كيف في المشروع بتاعي ده؟ تمام، فانت بتشيل من التكنيكال دوكيومنتيشن بتشوف انه والله يا اخي المشكله بتاعت المعالجات دي انت بتحلها كيف. تمام، عندك الاجريمنت، والله الاجريمنت دي انا بجيبها بدروسها لانه مرات في سبلايرز ما بيوفوا بالعقودات بتاعتهم، وقبل كده حصلت معانا في مثلا المشروع الفات. طيب في الحاله دي البديل شنو؟ الشروط الجزائيه شنو؟ تمام، ما انت برضك انت غير الشروط الجزائيه انت كمان داير طوالي مثلا سبلاير بتاع الاسمنت ما جا في وقته، عنده شرط جزائي ده موضوع ثاني، لكن الاهم من كده انه الميتيجيشن بتاع الحاجه دي شنو؟ الحل بتاع الموضوع ده شنو؟ انه والله يا اخي انا داير بديل، فانت طوالي في الكونت في الـ في الـ في الاجريمنت بتشوف انه والله يا اخي الزول ده عنده عليه شرط جزائي لو ما جاب الحاجه دي في وقتها، انت على طول الشرط الجزائي ده ممكن تكون متفق مع سبلاي ثاني تقول له يا اخي لو حصل اي كده
انا عايزك بشتري منك يعني حتى بشتري منك بزياده 5%. ال 5% دي انت بتشيلها من وين؟ بتشيلها من الشرط الجزائي بتاع مع الصبلاي الثاني، تمام؟ فهي دي الحته بتاعت المفروض في الدوكيومنتس بتاعتك انت تطلع بتحدد بها المخاطر كيف. بعدك uncertainty in project documents may be indicates of risk on the project. يعني زي ما قلت لكم ممكن انت من ضمن لما جيت حللت الوثائق بتاعت المشروع بتاعك عرفت انه والله يا اخي انا خلاص دي المخاطر بتاعتي الممكن تحصل لي في المشروع بتاعي. على ضوء بعدك انت بيبقى سهل لما تكون عارف الخطر، بتكون سهل جدا انك انت تعرف تتعامل معه كيف. تمام؟ اي سؤال يا شباب؟ طيب نجي لحاجه اسمها البرومبت ليست. البرومبت ليست دي يا جماعه الغوايم اللي هي بالعربي اللي اسمها الغوايم الغوايم الفوريه. الغوايم الفوريه دي شنو؟ اللي هي انك انت بتحدد ال بري ديتيرمين ليست اوف ريسك كاتيجوريز ذات مايت جيف رايز تو انديفيدوال بروجكت ريسك اند ذات كود اولسو اكت ات ذا سورس اوف اوفرال بروجكت ريسك. يعني انت بتجي بتكتب الغوايم بتاعتك، مثلا انا والله عندي القائمه واحد، القائمه الواحد بتاعتي دي ممكن الخطر ده يكون بوليتيكال سياسي، ممكن يكون ايكونوميك اقتصادي، ممكن يكون سوشيال، ممكن يكون تكنولوجيكال، ممكن يكون ليجل، ممكن يكون انفايرومنتال. تمام؟ فديل انت اي مثلا شوف الحرف الاول شنو، بي من بوليتيكال، اي فروم ايكونوميك، سوشيال، اس، انت بتكون خلاص الليست بتاعتي دي والله انا حسميها بيستل اللي هي بي اي اس تي ال اي. تمام؟ دي انت طوالي لما يقول لك والله يا اخي مثلا الخطر بتاعي ده في الحته الفلانيه، انت طوالي بتخط انه والله الخطر بتاعي ده يا اما بوليتيكال، يا اما خطر اقتصادي او خطر اجتماعي او خطر تكنولوجي او خطر ليجل او انفايرومنتال. تمام؟ اجي ثاني مثلا اخذ دائره ثانيه اقول والله يا اخي الخطر قد يكون تكنيكال انفايرومنتال كوميرشال اوبريشنال بوليتيكال. تمام؟ طيب انا ديل بسميهم شنو؟ بسميهم تي اي سي او بي اللي هي الحرف الاول من كل كلمه من الكلمات دي. يعني باختصار انك انت مفروض يعني تعمل لك غوايم للمخاطر، انه والله الخطر بتاعي ده مثلا خطر بوليتيكال، بوليتيكال كيف؟ والله انا عندي انتخابات في شهر واحد. خطر اقتصادي، خطر اقتصادي والله يا اخي الميزانيه الجديده ممكن يرفعوا فيها الجمارك. تمام؟ خطر سوشيال، سوشيال والله يا اخي انه مثلا الحته دي الكوبري ده المفروض بيعمل لي مشكله بين انه والله يا اخي الناس حيقتل لي السوق في المنطقه الفلانيه. تمام؟ زي ما ضربنا مثلا برفاعه والحصحيصه، ناس رفاعه كانوا محتاجين انه والله الكوبري ده لو يتعمل السوق بتاع رفاعه بيموت خلاص، الناس كلها حيمشوا رفاعه. تمام؟ فانت باختصار كده بتعمل لي قوائم، وانه بتشوف والله انه مثلا دي القوائم بتاعتك او بيسميها البروم ليست. تمام يا شباب؟ انا حرسل لكم في كم من كده، حرسل لكم في الجروب يعني، حعمل لها سكرين شوت وارسل لكم في الجروب. لكن بس هي باختصار انك انت بتحدد المخاطر بتاعك، ان اللي بتندرج تحت المخاطر السياسيه، المخاطر الاجتماعية، المخاطر الاقتصادية وكذا يعني. تمام؟ دي انت بتستعمل لشنو؟ بتستعمل بس framework to aid the project team in idea generation when using risk identification techniques. يعني انت عشان تسهل للتيم بتاعك ده انه والله يا اخي الريسك يحددوا الريسك سريع، بتقوم بتعمل لهم الحاجة دي، انه يا جماعة اي ريسك عنده علاقة بالبوليتيكال يكون هنا في المربع في المستطيل ده، اي ريسك اجتماعي المفروض يكون في نخط هنا في الحته دي. فانت بتكون بعد شنو الحاجات بالنسبه لك بتكون واضحه وسهله، وسهله بتسهل التيم بتاعك يعني. The risk categories in the lowest level of the risk breakdown structure can be used as prompt list for individual project risk. يعني انت لما تجي برضك لما تيجي تعمل الريسك بريك داون ستراكشر الار بي اس، انه فوق لما تيجي تعمل العناوين دي برضه ممكن انت تستعملها از برومبت ليست اللي هي القوائم الفوريه، او العكس انك انت من القوائم الفوريه تجي تحطها في الريسك بريك داون ستراكشر.
الحته دي هنا بس حته تكنيكال يعني ما حته بس بتسهل عليك يعني تمام. فهذه بنسميها البرومت ليست. في اي سؤال يا شباب؟ الحاجه دي طبعا تخلينا ناس الاي تي بيستعملوها اكثر يعني يقول لك والله المشكله دي مثلا هاردوير، المشكله دي بتاعت سوفت وير، المشكله دي بتاعت المشكله بتاعت يوزر تمام. طيب ان شاء الله بكره حنيجي نتكلم عن تحليل التحليل الكمي للمخاطر والتحليل الكيفي للمخاطر، وحنتكلم عن البلان ريسك ريسبونسز انه كيف نحن نمشي نتجاوب مع او بي اتنشن للريسك او نبدا نحل الريسك كيف يعني او يعني ريسبونس تو ذا ريسك يعني نرد عليه تمام. شكرا جزيلا يا شباب. أزيلة المايك معكم للأزيلة يا شباب. هيا استاذ نهاد. السواد دي برضه بنعتبره مقياس شنو؟ يعني زي الناشد السواد دي او المقياس الحسي. ايوه اخذناه حسي في هل يعتبر كمجر زي الفيش بونز ولا ممكن هو اصلا في النهايه بيحلل لك مثلا يعني انت ما عندك مثلا بتقسم يعني مثلا حط الحاجه دي كده على اربعه تمام كويس يعني مثلا الاسترنجس كويس دي الزول ذات ممكن يعملها لنفسه يعني مثلا والله الاسترنجس بتاعتي انا اول حاجه عندي كواليفيكيشن عندي شهادات كويس عندي خبره 10 سنه تمام عندي مثلا انا عامل والله كورس بتاع بي ام بي تمام بعرف عندي سي في جاهزه تمام دي السترنجنس بتاعتي. طيب الويكنس بتاعتي شنو؟ والله الويكنس بتاعتي انا ما عندي اي تي سكيلز تمام اول اي تي سكيلز بتاعتي فيري بور ما بعرف افتش عن الشغل يعني الويب سايت بتاعت الشغل وكذا دي انا ما عندي فيها يعني تمام. عندي مشكله بتاعتي والله يا اخي عندي مشكله بتاعت في الانترفيوز انا الانترفيوز ما عندي انترفيو سكيلز تمام. دي انت كده شنو خطيتي السترنجنس بتاعتك وخطيتي الويكنس بتاعتك. الويكنس بتاعتك دي بتبدي بعد ده خلاص ما انت عرفتيها وانت لو عرفت ده بعد العلاج ساهل بتبدي تعالجي الحاجات دي واحده واحده تمام. طيب زي ما قالت لك هبات قبل شويه دي حاجات انترنال. شوفي اسي على السترنجنس دي 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 الحاجات الحاجات القويه اللي فيك يعني القويه في شخصيتك ايوه ودي الحاجات الضعيفه ايوه. طيب نجي الاوبرتونيتي. الاوبرتونيتي والله يا اخي انك مثلا انت هسه قاعده في امريكا ما شاء الله تبارك الله الفرص العمل متوفره كثيره جدا الفرص بتاع انك انت والله تقدري تعملي السوفت سكيلز بتاعتك دي ممكن باعتبار انه والله يا اخي في دورات فري في الانترنت في دورات رخيصه جدا جدا بتقدري انت تدفعي لها عشان تعملي الحاجه دي تمام. فدي الاوبورتونيتي انك انت والله يا اخي الحاجات دي كلها بشهاداتك دي ممكن تجيلك جوب واو تمام. طيب الثريت شنو؟ الثريت والله يا اخي واحده من الثريت انه والله سي لانه كورونا فيروس وكذا الشركات مش ستوب انها هاير الناس الشركات هسه بتستغنى عن الناس دي واحده من الثريت. الثريت انه والله يا اخي ايوه الثريت انه والله يا اخي جاي انتخابات في امريكا في شهر واحد فما معروف الرئيس اللي بيجي بعد ممكن يغير حاجات كثيره جدا يعني فالناس بتكون خايفه من الحاجه دي باحتوال الثريت تمام. او الثريت والله يا اخي انه انا مثلا اولادي خلاص يعني عندي مثلا بنتي الكبيره مريم خلاص بعد كم سنه حتخش الجامعه وكذا انا ما بقدر امشي اشتغل في حته بعيده يعني لازم اكون شغال في حته قريبه تمام.
فهي دي شنو؟ دي كلها دي نحن بنسميها سوت اناليسيس. يلا نفس المقياس تمام، تعالي خطيه في المشروع بتاعي، شوفي مناطق القوه في المشروع شنو، في نقاط الضعف شنو، شوفي الاوبورتيونيتي شنو، وبعد ذلك شوفي المهددات. تمام تمام. هي اصلا الحاجه دي بتاعت بيرسونال ديفلوبمنت سوت اناليسيس، لكن الناس لقوها زي انتسمنت للواحد يعني بالضبط كده. بعد ذاك الناس لقوها انها جميله جدا، ممكن يستعملوها في اي حاجه يعني، حتى لو انت مثلا على الكورس بتاعنا ده ممكن نجي نعمل له سوت اناليسيس. تمام، ممكن الشغلنا بتاع البيت وكده ممكن الواحد يعمل له سوت اناليسيس. انت عارف يا دكتور حتى الشهادات هنا، اي شهادات مثلا للناس الجايه من برا لازم تقيم بالديجريز بالكواليفيكيشنز بتاعت الامريكان. ما اكسبتد يعني جاي مشكلتي انا جاي من اي لما جيت يو كي ومشيت وديت انا يعني عملت كان البكالوريوس بتاعتي في سوريا جامعه دمشق اللي هو هندسه كمبيوتر. ايوه لما جيت هنا مشيت ليدز في يو كي، مشيت الجامعه وكده يعني يضحكوا على يعني يقول لي يا اخي اسمع انت الحاجه القريبه دي احنا ذات اصلا دي بقت في المتحف ما في ولا حاجه. طيب أيوة. فانت عندك انت لازم تمشي، لازم نحن ندخلك من سنه ثانيه او سنه ثالثه عشان انت تقدر نحن نعادل لك الشهاده بتاعتك دي. ففي النهايه انا اختصرت الموضوع، بديت من سنه اولى يعني، خليت دقيقه على جنب وبديت من سنه اولى وعملت بكالوريوس ثاني وعملت ماجستير وبعدك يعني مشيت يعني. يس اخذت مني وقت لكنها فادتني كثير يعني. وقت تمام. شكرا، الله يديك العافيه. اسامه قاعد يا جماعه ولا طلع؟ اسامه الليله عنده مشكله في ال اسامه شكله عنده مشكله تكنيكال بروبلم. في اي سؤال يا شباب؟ في اي فيدباك؟ اي كومنت؟ شكرا جزيلا، ما قصرت والله. شكرا جزيلا، الله يديكم العافيه. الكويز بتاعت الدرس الليله جاهزه، بتلقوا فيها حاجات من الكوميونيكيشن وحاجات من الاسكيدول يعني. تفضل يا استاذه، عندك سؤال؟ محمد يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. عندي سؤال في الكويز الفات. ايوه، اللي هو بيتكلم هنا عن الفيجوال تيم. ايوه. فده واحده من الميثود بتاع الكوميونيكيشن المناسبه يعني. جيت متاخر شكلك. جيت متاخر محمد. لا جيت متاخر، الشبكه على تدتي شديد والله، اتعكست معي شديد. لكن اللي جابه قاعده في بدايه الفيديو. ايوه ده السؤال بتاعك. هنا ده السؤال. اي اوكي طيب. أيوة. اللي جاب سؤالك شنو؟ ايوه بس الاجابه هي صح، انتراكتيف كوميونيكيشن صح؟ انتراكتيف ايوه. طيب ليه ما كانت بول كوميونيكيشن؟ انت ليه جاوبت انتراكتيف؟ لا الاجابه جت صح لما حليت التيست. انت جاوبت شنو؟ جاوبت بول كوميونيكيشن. ليه جاوبت بول كوميونيكيشن؟ باعتبار انه هو فيجوال تيم يعني. طيب لكن اللي جابت جاتني الصح انه هو انتراكتيف. انتراكتيف ايوه صح. انتراكتيف ليه؟ اول حاجه هو فيرتشوال تيم، يس، معناه التعامل بتاعه يكون بوش يكون انتراكتيف. تمام، دي الاثنين مستبعدات. تمام طيب، الراجل ده عايز الناس ديل يجتمع بيهم ايميديتلي وياخذ ديسيشن بتاع ابروفل للسكوب، فبالتالي ما بينفع انه بوش، ما بينفع انه والله يرسل لهم ايميل وينتظر، هو عايز منهم الابروفل. فالبيست انسر
هي طبعا صحيحه، البويس صحيحه والانتراكتيف صحيحه، لكن البيست اللي هي الانتراكتيف اللي هو يعمل لهم زوم زي هسه الحاجه شغالين بها دي كده طوال ويتناقش معاهم وياخذ منهم القرار وموفن. تمام؟ ايوه فهي الاجابه صحيحه انتراكتيف. والله الاجابات قريبه لبعض شديده يا دكتور. ايوه ما هو شوف اللي نادي يا محمد اصلا دي تقريبا قاعده في كل المالتيبل تشويس، ان دائما بيكونوا في اجابتين مستبعدات طوالي ديل تعمل لهم اليمينيشن. تمام؟ عندك اجابتين متغربات، فهي التكنيك بتاع شنو؟ بتاع انك انت لما يكون عندك اي مالتيبل تشويس اول حاجه اقرا السؤال افهم السؤال دي نمره واحد. تمام؟ فهمت السؤال طلع الكي ويرد اللي هي في كلمات مفاتيح، يعني انا عندي كلمه المفتاح انت طوالي لما قلت فيرتشوال تيم طوالي مشيت للبول، ما مشيت سوري مشيت للبوش، ما مشيت للترانسميت ولا مشيت للبول. تمام؟ فدي لانها دي كي ويرد. عندك الكي ويرز الثانيه اللي هي هو الراجل ده داير تو تيك ابروفل فور ذا سكوب تشينج، يعني هو عايز شنو؟ عايز ديسيشن، عايز الناس دي يتكلم معاهم وطوالي يقرروا له. فدي طوالي بت بت بتزيد لك الفرضيه بتاعت انه والله يا اخي احسن وسيله انه يتواصل مع الناس دي اللي هي انتراكتيف، اللي هو يكون سكايب او يكون واتساب، المهم حاجه تكون شنو؟ هو داير يعني طوالي يسأل ويجاوب او هم يسألوا ويجاوبوه يعني. ايوه لا تمام تمام تمام. فانت تسلم يا دكتور. التكنيك دي لو استعملتها اللي هي اول حاجه تفهم السؤال، اثنين تطلع الكي ويرد، ثلاثه تعمل تعمل ديليت للاسئله للاجابات البعيده، لانه من الكي ويرد انت طوال هسه شفت مجرد ما انت قلت لي ليه ما بوش وما انتراكتيف، يعني انت طوالي ايميديتلي يا محمد عملت اكسكلود للاجابات المستبعده. بعد ده بيبقى لك شنو؟ بيبقى لك اجابتين، يلا اجابتين ديل بعد شوف اقرب واحد او ذا بيست انسر، يعني دائما انت ارجع لشوف الاحسن اجابه. ممكن يا دكتور السؤال ده الاجابه تتغير لبوش بكلمه واحده بس. لو قلت want to take official approval for scope change مثلا برضه ممكن برضه ممكن لو بقت official معناها انا خلاص محتاج لحاجه documented، الايميل بقى documented هنا يعني ممكن يكون بالضبط كده، او انه والله يا اخي ما الموضوع ما 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 يعني بس هو داري مثلا يوريهم السكوب بروجريس. ايوه كويس انه يوريهم السكوب بروجريس البوش، ما محتاج انه يعملون انتراكتيف وكده يعني. صح وضحت الدكتور اسلم كثير، الله يديك العافيه، يديكم العافيه يا شباب. والكويز بتاعت الدرس جاهزه اونلاين ممكن ترجعوا ليها. تمام كتر خيرك يا دكتور، تسلموا كثير ونشوفكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله السلام عليكم، الله يديكم العافيه. مع السلامه. السلام. السلام. الله يسلمك.